الصحيفة العالمية واشنطن بوست نشرت تحقيق مثير للجدل عن عزوف اليابانيين عن الجنس رجالاً ونساءً، وقد إيه بينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي مع تراجع نسبة الإنجاب بشكل حاد في اليابان. وسائل الإعلام المحلية في اليابان سمت ظاهرة ضعف الرغبة الجنسية عند اليابانيين مؤخراً بمتلازمة التبتل. الصحيفة نقلت تقرير نشره مركز السكان الياباني بيقول إن 45% من النساء و 25% من الرجال في اليابان من سن 16 إلى 24 سنة بينفروا من الجنس وليست لديهم الرغبة في الاتصال الجنسي. قد كده ضعف الرغبة الجنسية ممكن يهدد بلاد كاملة واقتصاد من أكبر وأهم اقتصاديات العالم. ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل أو عند السيدة أو عند الاثنين سوا مشكلة مصيرية، إهمالها ممكن ينسف العلاقة أو يخرب بيوت. حسب الإحصائيات والدراسات الاجتماعية المتعددة، مشاكل الصحة الجنسية المسؤول الأول عن ارتفاع نسب الطلاق في العالم. أهلا بكم، كلام هني مهم جدا، لكن خلينا أضيف كلمتين أو ثلاثة مهمين قبل ما ندخل في حلقة مهمة ومثيرة جدا من ناحية العلمية والاجتماعية. حبوب الاكتئاب، حبوب الاكتئاب دي أو أدوية مضادة للاكتئاب اللي هي تحت عنوان مثبطات إعادة أو مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائي، دي مؤثرة بشكل على القدرة الجنسية عند رجل وست. والوسع الانتشار المضادات الاكتئاب الفترة الأخيرة عند الشباب فأثرت بلا شك على القدرات الجنسية عند الاثنين. الأدوية اللي تأثر على قدرة الرجل على الانتصاب هي نفس الأدوية، هي هتؤثر على قدرة المرأة في الأداء. حاجة تانية المهمة جدا في الفترة الأخيرة، الفترة الأخيرة ايه ده؟ بقى سنين في الموال ده، بيطلع نصابين يستغلوا احتياج الناس للعلاج بسبب إما الضعف أو سرعة القذف أو شيء، أي شيء من المشاكل دي، فيروج إنه العشبة الفلانية أو المادة الفلانية العشبية أو إلى آخره دي فيها الحل إلى آخره. وده كان نصب رهيب جدا، وما زال النصب ده بيظهر في كل حتة في العالم على فكرة، وله أشكال متعددة في النصب. مرة يطلعوا يقول لك العشب نطلع العسل النحل الجبلي اللي يعالج مش عارف ايه، ما بيعالجش. وطبعا الناس بتاخد كلمة مثلا معينة او حديث عن العسل ويطبقوه، لكن احنا بنتكلم ممكن جدا الحديث طبعا بصرف النظر عن انه حديث صحيح او حديث غير صحيح، هو دي مش قضيتي، دي قضية علماء الدين هم اللي يقولوا الكلام ده، لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في العسل تحديدا ده في غير وجود أمراض، في غير وجود خلل، أمراض مستحدثة. يعني ما اعتقدش ان في الوقت ده كان في سكر، ما اعتقدش ان في الوقت ده كان في مشاكل تصلب شرايين، ما كانش في مشاكل ضغط دم عالي، ما كانش الأمراض دي لسه ظهرت. الأمراض دي ظهرت في القرون الأخيرة، في الكام سنة اللي بدأ بقى العلم والتطور والتلوث بدأ يعمل مشاكل كتيرة بيولوجية في صحتنا، فطلعت الأعشاب دي. الأعشاب دي ما أنزل الله بها من سلطان، ملهاش أي بيزك علمي. يطلع بقى كل شوية حاجة، يطلع الكركمين نصب، مش عارف عشبة الجنسن ما بتعملش حاجة، دي كلها حاجات يعني ولا ليها أي تأثير على المشاكل اللي احنا نتكلم فيها النهاردة. فخلي بالكم من هذا الكلام. النهاردة لقاء مهم جدا مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في هذا المجال، اللي بنسعد جدا بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي بكلية الطب، صاحب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. أهلا بيك يا دكتور محمد بيه. أهلا بحضرتك دكتور أيمن بيه. النهاردة بانوراما عام لما يسمى بالضعف الجنسي، وأول هذه البانوراما ما هو الضعف الجنسي أساسا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ضعف جنسي هي عنوان كبير ويقصد بها عدم القدرة على بدء أو إتمام علاقة جنسية كاملة، بمعنى العلاقة الجنسية بتبدأ برغبة
يليها انتصاب، تحرك غريزة يحصل انتصاب، ثم يتلوها القذف. فإذا حدث خلل في أحد هذه الأمور الثلاثة بنسمي دي عملية، بنسمي ده اسمه ضعف جنسي. ده باختصار شديد يعني مشكلة الرغبة جزء من أو صورة من صور الضعف، ضعف الانتصاب صورة من صور الضعف الجنسي، مشاكل القذف برضه صورة ثالثة من صور الضعف الجنسي. إيه أكثر الأسباب شيوعا للضعف؟ والله زمان إحنا كنا قبل ما تتطور أجهزة الفحص والتشخيص ما كانش قدامنا أكتر من إن إحنا نقول إن الضعف الجنسي ده عامل نفسي، لكن مع تطور أجهزة التشخيص بدأنا نلاقي لا في أسباب عضوية لم نكن نعرفها مسبقا، لم نستطع تشخيصها مسبقا. زي مثلا أشهر حاجة بنشوفها موضوع إن يبقى في قصور في ضخ الدم مع مرضى السكر مثلا، إن يكون في تسريب في الأوردة، إن يكون في تليف في الأنسجة إلى آخره. دي من أشهر الأسباب اللي بنصادفها، ودي بتحصل في الغالب مع مريض السكر، هو أكتر مريض بيجي بسبب عضوي بيسبب له مشكلة ضعف الانتصاب. نفسيا عوامل نفسيه ايضا تلعب بالظبط، وهي بيضاف الى ذلك، لكن هي في البدايه او يعني الاساس كله بيكون عضوي. هل ممكن عدم وجود انتصاب جيد دلاله على وجود امراض عضويه؟ في مؤخرا ربطوا ما بين ضعف الانتصاب وما بين امراض القلب، على اعتبار ان العضو الذكري اليه الانتصاب فيه هي ضخ دم، دم بيضخ وبيحصل احتباس لهذا الدم لفتره اللي بيبقى فيها صلابه الانتصاب. وبهذا وعلى هذا الاساس فان عمليه الانتصاب تتاثر بما يتاثر به القلب والاوعيه الدمويه، لدرجه قالوا ان ممكن يكون ضعف الانتصاب ده مؤشر على وجود قصور في الشريان التاجي للقلب، ولازم نبحث برضه وندور على القلب لما نلاقي واحد عنده ضعف جنسي. فطبعا ممكن تكون مؤشر على وجود امراض عضويه زي مثلا امراض القلب. الضعف الجنسي وضغط الدم المرتفع. تمام. الشائع عند الناس ان احنا لما بيكون المريض عنده ضعف جنسي بيقول لك ان الضغط هو السبب، لا، هي ادويه الضغط هي السبب، ادويه الضغط هي اللي بتحدث ضعف جنسي. برضه من الحاجات برضه المغلوطه بعض ادويه الضغط طبعا، بس يعني بدرجات متفاوته، وهي برضه تاثير ادويه الضغط على الانتصاب مش قوي قوي يعني، بس بتحدث تاثيرا اذا كانت هناك عوامل اخرى بتبقى مساعده ليها. من الحاجات الشائعة أو المغلوطة في موضوع ضغط الدم إن بيقولوا إن أدوية العلاج ضعف الانتصاب بترفع الضغط، الكلام ده مش صح، هي المفروض بتوطي الضغط لكنها تعطي المريض أعراض ارتفاع الضغط، الصداع والزغللة والفوران في الجسم إلى آخره، فيتهيأله إن ضغطه عالي. هو في الحقيقة ضغطه ما عنديش ولا حاجة، هو ضغطه المفروض يا إما ثابت يا إما قل قليلا، لكن ما بترفعش الضغط. هي اساسا كانت اتعملت الادويه دي عشان توسع الشرايين بتاعت القلب نفسها. بالظبط. تاثير الكحول والمخدرات على القدره الجنسيه دي من اخطر الاشياء للاسف اللي منتشره حاليا بين الشباب، واللي بنشوف وخلت الضعف الجنسي بعد ما كان الاول ما كناش بنشوفه الا في شريحه كبار السن نتيجه للتغيرات العمريه، او الامراض اللي بتظهر مع كبار السن بقينا نشوفها في الشباب في ال 18 نتيجه لتعاطيهم هذه المخدرات والتدخين الى اخره، لانها بتؤثر تاثير مباشر على شرايين واورده العضو، وبالتالي بتحدث ضعف جنسي لسبب عضوي واضح. فلابد من التنبيه لهذا الامر في شريحه الشباب اللي هم ما تحت ال 30 سنه، ان من اشهر الاسباب اللي بتعمل ضعف جنسي. التضخم البروستاتا في القدره الجنسيه. لا يوجد رابط ما بين تضخم البروستاتا نفسها والقدرة الجنسية، لكن معروفة أن العكس هو الصحيح. لما بيكون أنا عندي ضعف انتصاب أول حاجة بتتأثر هي البروستاتا، بيحصل فيها احتقان. فلما بكون شاب في سن ما قبل الأربعين أو الخمسين بيدي أعراض أشبه بأعراض تضخم البروستاتا، ولما بكون فوق هذا السن في سن الخمسينات وكده بتديني أعراض تضخم البروستاتا، ولو كانت موجودة هذه الأعراض مسبقا بتزودها لي شوية، لكن العكس لا. الدواء للخصيتين الشيء المشهور برضو بالضعف الجنسي. الشائع في عقول الناس ان قد تكون دواء الخصيتين لها علاقه بضعف الانتصاب وضعف الجنس، ولكن الكلام ده مغلوط تماما، ولا توجد اي علاقه بين ضعف الانتصاب ودواء الخصيه، وانما هي تعطي علاقه وثيقه مع ما يسمى بالقدره الانجابيه، لكن القدره الجنسيه لا. الادويه الجباره السحريه في علاج سرعه القذف. تمام. حاليا يعني او يعني من نقدر نقول من فتره
قصيره يعني الجمعيه الدوليه لطب الذكوره اقرت هما نوعين من الادويه. النوع الموضعي عن طريق تخدير المكان، والنوع الثاني حاجه تؤخذ عن طريق الفم من عيله بنسميها عيله مضادات الاكتئاب. بتشتغل بخاصيه انها بتعمل ري ابتيك او اعاده استخدام السيروتونين، اسمها عيله سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، وهي دي من الحاجات التي اقرتها واعترف بها كوسيله علاج. بس بتاثر على الانتصاب نفسه بكل تاكيد، لكن لكن احنا بنبقى بنعوض هذا الموضوع بان احنا بندي المريض برضه حاجه بتعادل هذا التاثير. لكن لا يوجد دواء اخر اعترف به غير الدوائين دول. حتى كمان يعني مش هنقول دواء اخر يؤخذ عن طريق الفم او موضع، هنقول لا توجد وسيله علاج اخرى حتى جراحيه اعترف بها غير هذين الوسيلتين. الجراحات كلها التي يعني يستخدمها البعض لعلاج سرعه القذف كلها للاسف جراحات تجريبيه ولم تنجح. عشان كده انا قلت يعني بنوع من السخريه العلاج السحري ما فيش حقيقة. علاج سحري لهذه المشكله حتى الان، وكل ما يشاع او كل ما يقال انا يعني من اعلانات في القنوات اللي لازم نشوف لها حل، القنوات المنيله بنيله دي اللي بتقول لك العلاج السحري اللي مش عارف ايه، الدواء المستورد الجبار الفظيع لعلاج كل ده نصب علني يعني. يتلاعبوا ما يسمى باحلام المريض نفسه، هو نفسه يتعالج فبيدي له اي حاجه، اقول لك انا مش هخسر حاجه. هو بيدرس، هم كلهم النصابين دول قاعدين بيشوفوا مين الامراض اللي الطب لسه ما عالجهاش بشكل كويس، فيبداوا يقفزوا على هذه الامراض، سواء مثلا الضغط العالي، السكر، ضعف الجنس الكامل، يعني الحاجات دي كلها. هروح لاجراء العمليه نفسه. في بعض المعتقدات في عملية زراعة الدعامات، زراعة الدعامات ما هو الجديد فيها؟ ممتاز. هو كل يوم في جديد في تطور الدعامة نفسها من ناحية المادة المصنعة منها، بحيث ان احنا وصلنا الحمد لله لمرحلة نقدر نقول ان الدعامات اللي موجودة حاليا يوجد نوعيات تدوم مع المريض بدون مشاكل مدى الحياة، وفيها كل المواصفات الواجب توفرها في أي دعامة تحقق انتصاب سليم بنسبة 100%. لكن في الفترات الأخيرة التقنيات الجراحية نفسها هي اللي فيها شوية جدل، يعني مثلا حتة خارج النسيج وداخل النسيج أو الحفاظ على النسيج، في خلاف بين الأطباء، ده خلاف نقدر نقول عليه طبي داخل الغرف المغلقة، ليس له أي مشكلة مع المريض غير بس إن واحدة منهم بتبقى فيها إحساس أكتر، حتة إن إحنا بنحافظ على النسيج. جدل آخر ظهر في طريقة فتح الجرح نفسه، فبدأ في ناس يقول لك والله إحنا ابتكرنا تقنية جديدة لزراعة الدعامة الخصي. أبدا، هو ما فيش ابتكار في هذا الموضوع. طرق زراعة الدعامة أو طرق جراحة العضو الذكري من زمان معروفة للناس كلها، وكلها طرق معروفة إن إحنا ممكن نفتح من أحد أماكن ثلاثة، يا من على العضو نفسه مباشرة، يا من على كيس الصفن، يا إما من أسفل العانة عند اتصال العضو بالجسم. فالطرق دي مش جديده، ما فيش حاجه فيهم جديده، ولكن الجديد بقى ان 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 ان, إن اجي افتح مثلا فتحه معينه وانا احبها واقول والله ده ابتكار وانا اول واحد اعمله واخترعه. مش ابتكار ولا حاجه للاسف شديد. ويضاف الى ذلك ايه بقى؟ يعني نحط للمريض كلام نرغبه في الموضوع، قال يعني هي اقول لك احنا بنعملها من الخصيه دون جرح العضو. طب ازاي؟ هتركبها في الخصيه نفسها؟ هتجرح العضو اكيد، لانك هتفتح من الداخل تركب الدعام. ويقول لك اصلها بدون الم عشان بعيد عن العضو، هي المشكله في الخصيه يعني ما فيش فيها احساس والعضو هو اللي فيه احساس، ففي مغالطات كتير في هذا الموضوع. هو الالم متساوي تقريبا في الاثنين، يعني يمكن ده في الخصيه اقل سن. ومشكله المريض مش الالم بتاع الجرح نفسه، لا، ما هو في احنا بنعمل توسيع وبنحط دعامه بتبقى شاده الانسجه، فهو الالم بس مش الم الحته اللي بفتحها. فيعني حته ان المغالطات دي للاسف والتلاعب بعقول الناس، ولدرجه ان قالوا لهم ده انت ممكن تمارس في نفس اليوم. طب على اساس ايه افهم؟ يعني ما فيش اي تبرير للكلام ده خالص، وكلام تلاعب زي ما بيقولوا باحلام المرضى فقط لا غير. بيبقى شيء مسيء جدا ويطلع من الاطباء للاسف. يعني مش حلو، يعني الكلام ده ممكن يعني نقبل، يعني مش نقبل، يعني نفهم انه الناس غير الاطباء اللي النصابين اللي هم بيروجوا الاشياء معاله يعملوا شويه بروباجندا كده، فنقول ايه؟ هم مش دكاتره وهم نصابين وبيقولوا، لكن لما يكون دكاتره بيقولوا معلومات مش مظبوطه او مغلوطه فده شيء عليه علامه استفهام. للاسف الشديد، للاسف الشديد. هو بيعتمد على ان المريض مش فاهم الموضوع، يعني في حاجات برضو تضحك، الواحد لو قالها قال انا لما بفتح من الخصيه ففتحه العضو في مستوى اخر، فده قال يعني البكتيريا مش هتعرف تدخل.
يعني كوميديا ده كلام يضحك كوميديا يضحك فعلا لا ده مش صحيح ده بيتقال وترى هو يعني مش دقيق طبعا هذا الكلام ومش واقعي من ناحية العلمية أكيد برضو إدخال الأفضل هي الدعامة الانفلاتابل ولا الدعامة السيمريجد برضو من النقط اللي عليها خلاف وكل خلاف له مبرراته يعني في ناس يقولوا إن العادية أو اللي هي النان انفلاتابل أفضل من اللي هي بمضخة أو انفلاتابل طب تبريرك إيه يا سيدي لهذا الموضوع يقول لك والله أنا مع تقنية الحفاظ على النسيج الكهفي أنا أقدر أحافظ في بالعادية مش بالهيدروليك ليه؟ لأن أنا لما بفتح الغلاف أقدر أفصل الغلاف عن النسيج اللي داخله أو ما يسمى بالحشو عشان المريض يقدر يفهمها ببساطة كأن اسطوانة داخلها حشو أنت تقدر تفصل الغلاف الخارجي لا أنا الحشو تحط دعامتك بينهم لكن في الهيدروليك لا أنا طريقة تركيبها مختلفة لأن أنا بدخل بلايندلي يعني بدخل بدون ما أشوف الإبرة بتاعتي ماشية إزاي بدخل الإبرة من الجسم نفسه وطلعها من رأس العضو وفي طرف الإبرة الثاني الدعامة مفرغة وبسحب الإبرة من رأس العضو فهي ده طلع بتمزع الأنسجة دي تمزيع مفيش نسيج خلاص هو قربت دم مزعتها فانتهت فحتة الحفاظ على النسيج ده واحدة من المبررات اللي احنا بنقول عليها إن العادية ممكن تبقى مفضلة على الهيدروليك كمان زي الهيدروليك زي ما بين في الرسمة اللي قدامنا إنها فيها وصلات دقيقة جدا ما بين الجزء الفعال اللي داخل العضو وبين المضخة أو لو ثلاثية القطع والخزان كمان فطبعا هذه الوصلات الدقيقة دي سهلة جدا إنها تتني وتسرب وتعلق وإلى آخره فدي مشكلة بالنسبة للمريض كل حاجة منهم بتتصلح بجراحة فدي برضو من المبررات اللي بيقول العادية أفضل عشان الحاجات دي اللي بيقول الهيدروليك أفضل بيقول والله هي أفضل عشان أنا باخد انصاب كامل وارتخاء كامل الكلام ده كان جميل جدا لما كانت العادية أو اللي بدون مضخة دي كانت فعلا بتعمل حرج اجتماعي وكان يصعب طيها النهاردة مع تقدم صناعتها لا بقى طيها سهل جدا يعني في الصورة قدامنا بقت تقدر تتنيها بسهولة مش زي الأول كانت ناشفة فحتة إن الميزة دي ما بقتش ميزة دلوقتي طالما إن الإخفاء سهل ما بقتش ميزة حط قصادها العيوب بقى إنها مشاكلها كتير إنها ما بقاش فيها الإحساس الكامل زي في العادية إنها كمان يضاف بعد ثالث وهو يعني للأسف بقى دلوقتي مشكلة حقيقية وإن سعرها مبالغ فيه جدا سعرها عالي جدا يعني توصل لأربع أضعاف أو أكتر الدعامة العادية السؤال هل الدعامات بتبقى معالجة دوائيا عشان مرضى السكر أو مرضى اللي عندهم فرصة الانفكشن؟ في بعض الدعامات تبقى ما يسمى إميرسد يعني بيبقى مطمورة أثناء تصنيعها في مضادات حيوية بتفضل على جسم الدعامة مدة 6 شهور لكن البعض ما عندوش هذه الخاصية احنا أي سواء في الخاصية دي موجودة في الدعامة أو غير موجودة احنا لما بنفتح الدعامة بنفتحها ونحطها في حوض كلوي لابد أن يكون فيه 6 أمبولات جراميسين عشان تبقى الدعامة تتشرب بهذا المضاد الحيوي وأثناء الجرح أثناء العملية نفسها بنحقن في الجرح نفسه فإحنا حتى لو ما كانش عليها هذه المادة أو هذا المضاد الحيوي يعني زي ما بيقول إحنا كده بنحط الدعامة فيه وبنحقنه داخل الجرح عشان ما تبقاش فيها مشكلة الناس تتخوف من التخدير عموما فالتخدير في تركيب الدعامات كلي ولا تخدير مهاري التخدير نصفي والحتة دي برضو بعض الناس بدأت تجود فيها شوية يقول لك والله إحنا ممكن نعمل حاجة اسمها تحور عصبي يعني إيه تحور عصبي يا سيدي يقول لي بيخلي دكتور البنك يروح حقن حاجة في مكان الجرح نفسه اللي احنا كنا بنسميها زمان البينايل بلوك اللي هي المنطقه الاعصاب اللي حوالين العضو نفسها برينيورال بلوك بس بيقول لك بقى يعني بيبالغوا قوي البينايل بلوك او اي تقدير الموضعي ده يعني ما بيديش اكتر من 3-4 ساعات وقت زمن يعني لكن لما تقول للمريض ان انا عشان التقنيه اللي بنعملها دي عشان بنحقن الكلام ده كلام دكاتره التخدير مش كلام انا بنحقن حاجة حوالين العضو عشان تقعد يومين بدون ألم ده كلام كذب وكلام تضليل ليس له أي معنى إطلاقا البنج النصفي مدته بتقعد مع المريض ممكن توصل من 2 إلى 4 ساعات بعد العملية ويقدر يتحرك عادي ويعيش حياته لازمته إيه بقى أن أنا أدي حاجة لوكال البنايل بلوك ملهاش أي لازمة غير أن احنا بنلعب على الناس وخلاص مش أكتر من كده أقول لك ده تقنية التحور العصبي بنحور العصب نحوره إزاي؟ السؤال اللي جاي حول البلازما البلازما ليها دور مثلا في الشعر ليها دور في البشرة لكن هل ليها دور في الضعف الجنسي؟ في البداية والكلام ده كان سنة 2012 تحديدا كانت فكرتها جميلة جدا وهي أنها بتحفز
الخلايا عن طريق الجروث هرمون اللي هو بنسميه هرمون النمو، انها تجدد ما تلف منها او انها تحسن ادائها. والكلام ده كان جميل وطبق في زي ما حضرتك اتفضلت كده في تخصصات اخرى، لكن لما طبق عندنا بهذا الهدف كان المقصود منه انه يحسن استجابه المريض للمنشطات العاديه او للادويه التي تستخدم. الفكره جميله، ولما طبقت لقينا ما بتعملش الكلام ده، فما زالت الناس النهارده مصره. وخلاص الموضوع كان في الاول اكسبيرمنتال يعني تجريبي، ولكنه جرب ولم ينجح. المفروض خلاص بقى خطوه للخلف ونرجع وننسى الموضوع ده. لا، ما زالوا الناس مصره ان البلازما ناجحه. معتمد على ايه؟ ان لما بيجي له المريض بيدي له روشته كده او وصفه طبيه فيها اكتر من 4 منشطات جنسيه، فطبعا بيوهم المريض انه هو البلازما شوف جابت لك نتيجه كويسه. لا، بطل الادويه دي كده وشوف تاثير بقى البلازما عندك تبقى فيها ناثينج ولا حاجه خالص. فطبعا التضليل برضو ما زال منتشر على قدم وساق. برضو الموجات التصادميه، انا اسف، الموجات التصادميه دي كان السؤال الجاي. الموجات التصادميه برضو نفس الكلام، هي فكره كانت جميله جدا عن طريق انها بتحفز الانسجه لانتاج شعيرات دمويه، فبتحسن الضخ شويه عن اللي هو عليه. برضو ده برضو كوسيله ان تخلي المريض يستجيب اكتر للادويه اللي بتستخدم، بعد ما كان ما بيستجيبش. برضو لما طبقت لانها برضو مش بتؤدي الغرض المطلوبه منه. والدراسه دي لما اجريت على عدد محدود من المرضى، على 20 مريض، ولما اللي اجرى الدراسه وهو كان باحث اسمه يوران فيردي، طلبوا منه احنا عايزين نتائج احسن لان احنا جربناها ولم نستفد منها، يعني وعد ان هو هيزود عدد الحالات ويشوف، لكن للاسف الدراسات اكدت بعد كده انها ليست مؤثره حتى للناس اللي عملها. ليميتد فاليو جدا، هي الكلمه التي يعني تاثيرها محدود على حالات معينه قليله جدا، وحتى الحالات دي عايزه ليميتد فاليو، عايزه الطبيب يختارها بعنايه، ويكون يعني الضعف نتيجه لقصور بسيط جدا في ضخ الدم، لا يكون قصور قوي ولا يكون اسباب اخرى زي تسريب وريدي او تليف الى اخره. وانت كده بتضيع وقت العيان وفلوسه على الفاضي، وانت عارف مسبقا انها مش هتنفع. ناس كتير بتتساءل عن مرضى السكر، هل مناسب لهم تركيب الدعامات؟ ممتاز. مريض السكر اذا التزم بضبط سكره قبل العمليه ولمده على الاقل 2 أو 3 أسبوع بعد العمليه، لن يكون هناك اي فرق بينه وبين المريض اللي ما عندوش سكر في نجاح العمليه اطلاقا. فلو حرمنا مريض السكر من هذه التقنية عشان هو مريض سكر، فإحنا حرمنا أكتر من 90% من الناس اللي هم تصلح لهم الدعامة. يعني إحنا لما نراجع كده، لو مثلا بتعمل مثلا 100 حالة دعامة مثلا، هتلاقي من 100 دول 99 مرضى سكر. Indicated. طبعا، لأنهم الشريحة الأعلى، لأن تأثير السكر على الشرايين والأوردة مباشر، فهم أكتر ناس بيتأثروا، وعلى الوقت الأدوية ما بتجيبش نتيجة، فبيدخل إجبارا في هذا الموضوع. فهو يحافظ على سكره بس، لن تكون لديه أي مشكلة إطلاقا في أول 3 أسابيع بعد العملية اللي الجرح فيهم لسه جديد. بعد كده لو السكر عالي إحنا معنا وقت نقدر نعالجه وما يحصلش مشاكل، لكن بدري قوي كده لا، الجرح الجديد مش هيلتئم وتحصل مضاعفات ويضطر يبوظ كل شيء. هذه العملية القياسات والتركات الجراحية فيها مهمة جدا. بكل تأكيد طبعا. يعني سعادتك تفضلت وديت مصطلح جميل اسمها جراحة القياسات فعلا، أو جراحة القياس فيها مهم. بتفرق طبعا من جراح لجراح، وبتحتاج لخبرة جامدة في ان انت تختار المقاس المظبوط، لا يكون اقل ولا يكون اعلى. وكمان اثناء الجراحة في بعض مثلا امور تستدعي من الجراح ان هو يكون حكيم في اتخاذ قراره في المقاس. يعني ايه؟ لو انا عندي مريض عنده بيروني اللي هو تليف بيعمل عدم تناسق في نسيج العضو نفسه، بمعنى تلاقي ناحيه اقصر من ناحيه، فبيجي الجراح وهو بيركب حاجه من 2، يعني لو يا اما ياخد مقاسه على الناحيه القصيره عشان يسهل طي الدعامه، يا اما ياخد مقاسه على الناحيه الطويله عشان المريض ما يحسش ان العضو قصر عن المطلوب عن اللي هو كان عليه. فالاثنين للاسف غلط، لا كده صح ولا كده صح. حكمه الجراح بقى ان بيختار مقاسه بحيث ان هو يعادل او يساوي هذه المعادله، لا اقصر لدرجه يبان القصر ولا اطول لدرجه يصعب الطي.
فدي حاجات من الحاجات برضو اللي بتصادفنا كتير بتؤكد انها فعلا جراحة القياسات، لان لو مقاس ما اتاخدش مظبوط المريض بيفضل طول عمره متعذب بيها على الفاضي. هل هي عملية يمكن اعادتها اذا لم تتم بشكل جيد من ناحية مثلا البروسيزز اللي استخدمت ما كانتش جيدة، حصل انفكشن فيها، هل عملية يمكن؟ يمكن طبعا اعادتها، بس طبعا الـ الاعادة ما بتكونش زي اول مرة. ليه؟ لان طبعا لما بتركب دعامة وتتشال لسبب او لاخر، وخصوصا لو في التهاب، بتسيب وراها انسجة متليفة، فبتبقى فيها صعوبة على الجراح، لكن بيمكن اعادتها عادي مفيش مشاكل. ويعني نقدر نقول برضو مش خلاص الباب ما اتقفلش، لان برضو كل مريض بيعمل العمليه قد يخطئ في اتخاذ في اختيار الطبيب، قد يخطئ في اختيار نوع الدعامه، قد يكون بيجعل الطبيب مضطر ان هو يوافقه على ان هو ياخد دعامه ارخص مثلا، ودي نقطه في منتهى الاهميه. الناس بتدور على الاسعار قبل ما بتدور على الـ 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 الفايده اللي هيعود منها او الضرر اللي هيعود عليه من هذه العمليه، فبيضطر بقى ياخد الحاجه الارخص قبله على قد الفلوس اللي معاه، وبالتالي بتحصل له مشكله. لو لما بتحصل بنقدر نعالجها، بس علاجها بيكون صعب شويه، لكنه ليس مستحيلا ويمكن تدارك المشكله. لماذا اصبح هناك حالات من الضعف الذي يصل الى مرحله انديكيشن البروسيسز ما بين الشباب؟ ممتاز، سعادتك تفضلت في اول الحلقه بحته الادمان الكحوليات وكحول الادويه والمخدرات والتدخين، دي افه الشباب في هذا العصر للاسف الشديد. هل الحديث عن بعض اقول ايه الخلافات الجراحيه للجمهور له باد افكت على ريبيتيشن اوف ذيس اوبريشن؟ في الحقيقة المريض معذور، يعني هو بيسمع آراء متضاربة من أطباء ومتناقضة، يعني مش بس يعني، فبيبقى في حيرة من أمره يعمل إيه، بيبقى مرتبك فعلا مش عارف ياخد قراره إزاي، ومحتار وهو معذور. فعلا التضارب في الآراء، ووجود مثلا ناس بتعمل ما يسمى بالشو وكلام للأسف مغلوط وكلام مش حقيقي، خلى المريض مشتت. احنا لو هنختلف على حاجة نختلف في محافل العلم ويطلع كلام واحد كلنا نقوله، مينفعش انا اقول كلام وغير يقول كلام تاني، والكلام ده كله لو كلام هيتقال مختلف يبقى بينا وبين بعض مش قدام المريض. لكن للأسف الشديد احنا بنضطر احيانا لتوضيح بعض المفاهيم من كتر هذا الكلام المغلوط. عندنا أبو العريف الذي يفتي كثيرا، والأبو العريف في المجال بتاع الذكورة ده له دور خطير جدا للأسف. هنسمع أبو العريف ونسمع تعليق حضرتك عليه، لأنه أبو العريف بيودي الناس في داهية في الموضوع ده. تعالوا نسمع مع بعض. يا باشا بيقول لي خلاص الدكتور هيركب لي دعامة. دعامة يا حبيبي وانت في الاربعينات؟ الدعامة دي للكبار فوق الستين وانت طالع. قال لي مش نافع معايا حاجة. قلت له زي ايه؟ قال لي فلان قال لي منشطات وما جابتش نتيجة. قلت له سيبك منه. قال لي علان؟ قال لي زبط اكلك جرجير واسماك وكوارع وبرضه ما جابتش نتيجة. قلت له سيبك منه. قال لي ترتان؟ قال لي العطارة والاعشاب وبرضه ما جابتش نتيجة. قلت له بلا علان بلا ترتان، انت ضللت الطريق يا حبيبي، دور على اصل الاشياء. المصدر ING في الانجليزي يعني اصل الكلمة مصدرها. العلاقة الحميمية دي ايه؟ جنس، حط ING يعني جنسنج. في الصين يا حبيبي مفيش حد بيشتكي من الكلام ده، ليه؟ شغالين جنسنج كلهم. اتصل هات الجنسنج وانسى الدعامة. المصدر يا حبيبي اصل الاشياء ING جنسنج. دي واحدة من التخريفات المشهورة جدا جدا. الجنسنج ملوش تأثيرات، يعني بالعكس هو حاجة خطرة عند مرضى الضغط المرتفع. للأسف الشديد بيرفع الضغط وبيعسر، مالكش الضعف الجنسي ده. يمكن سعادتك في قنوات شغلانتها الموضوع ده، الترويج لهذه الحاجات اللي قالها أبو العريف، زي الكركمين والنصب بالكركمين والنصب بالجنسنج. لكن الحقيقة ان ما ينفعش ان احنا نعمم الموضوع ونقول والله الحاجات دي
بتنفع لناس، لابد من المريض ان هو يخضع للتشخيص السليم في البدايه، وان هو نشوف ايه السبب. يعني لو انا عندي مريض مثلا عنده مشكله في ضخ الدم ولم تستجب لهذه الادويه وما عندوش حل غير الدعامه، لو قاعد ياخد ليل ونهار كل الحاجات دي كلها مجتمعه لن تؤثر فيه، بل بالعكس ممكن تضره باعراضها الجانبيه. فلابد ان احنا نشخص ونفهم مريضنا من البدايه ان الحته دي بالذات تنفعها ايه. يعني مثلا الحاله دي مثلا انت عندك كذا وعلاجه 1 2 3، وعندك كذا ما ينفعوش من الواحد 2 3 دي، وما ينفعوش الا دي فقط. فدي امانه الدكتور، ودي للاسف الشديد اللي احنا بننادي بيها الامانه في اتخاذ القرار. انت نورت وابدعت الله يخليك، ونورت لنا حتت مهمه جدا. اولا تنورت لنا النهارده منطقه اسمها ما ينفعش امسك في حاجه في الجراحه نقدر نقول عليها يعني مش ابداع ومش فكره عبقريه، حاجه بروسيدر. ما ينفعش مثلا امسك اقول ان انا بمسك المشرط كده وبفتح كده فاقول ان دي الطريقه ان انا ابتكرتها، عشان انا مسكتي للمشرط بتبقى كده مش كده مثلا. يا سلام، مش ما ينفعش اجي في الطب اقول اصل انا بقيس الضغط اهو بلفه على دراع العيان في الحته دي وبحط سماعه هنا اهو فده قياس الضغط بقى ده بتاع انا. لا، ما هو ده معروف ان ده بتاع العالم كله، وقياس الضغط ده حاجه هايفه يعني مش حاجه صعبه، يعني اذا جاز التعبير يعني حاجه سهله لكل الدكاتره. فدي نقطه حضرتك وضحتها جدا، انه ارجوكم ما تتكلموش في نقاط بسيطه جدا جراحيا على انها ابتكار. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية المهمة هي ان احنا ارجوكم في نقاط ينبغي ان تقال ما بين الاطباء، خلافات معينة باسلوب الجراحي بين الاطباء مش المفروض ان الجمهور او المرضى يعرفوها، لان ده هتعمل لهم بلبلة. انه ما فيش سن للموضوع، ان المسألة كونديشن، انت حالتك ايه مش سنك ايه. لانه كتير من الشباب 40 سنة 35 سنة يعاني، فعلا يعاني بشكل عنيف، حالة مرضية تعاني، فمش عايز يروح في اتجاه البروسيسز مثلا او في اتجاه علاج، والسنين بتعدي والبيت بيتخرب والدنيا وهو بيتضايق وهو الى اخره بسبب ان هو ماشي وراء كلمة سن. صح، الموضوع هنا مهم جدا جدا. انا اضيف ليها حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، انه هذه حالة مرضية، حالة مرضية الانسان فيها بيعالج باسلوب العلاج الطبي، مش حالة تدعو لها عار ولا شيء مغصوم به الإنسان ولا يعير به بني آدم. ده غلط شديد جدا، دي حالة مرضية زيها زي أي مرض بيصيب أي إنسان. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي بكلية الطب، صاحب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. نورت دكتور. أشكرك دكتور أيمن، نورتنا بجد. خليكوا دايما مع الدكتور.